اللي هو الجهاز تقريبا محدش شايفه، فهو ديت بنملى بنملى التيوب كده زي احنا شايفين، وبنحطها بنسيبها كده في النص كده وبنسيبها، فهي هتطلع لقرايه معينه. هناخد القرايه ديت ونعمل بيها ايه المعادله، ونطلع سبيسيفيك جرافيتي بتاعه اليورين. تمام، هناخد 5 ملي من السوليوشن اللي هو اليورين ده، احنا عارفين ان فيه كيتون بودز. تمام، احنا بس عشان صعوبه راس تيست هنعمل التست ده بالذات. طيب ديت سلفر باودر، حط منها لحد ما يبقى ساتوريتد مع ميكس، معلقه ونص فلاور كده زي ما الدكتور قال كده، لحد ما يبقى كده، يبقى زي قد عقلة الصباع كده من الباودر. لما هو كده تقريبا بقى ساتوريتد بالامونيوم سلفايد. تمام، واضحه كده. تمام، بعد كده هنحط من الصوديوم نيتروبسايد 3 أو 4 دروبس. ونعمل شيكنج تاني. تمام، بعد كده هنحط من الامونيوم هيدروكسيد 3 مللي. حطينا 5 مللي من اليورين و3 مللي من الامونيوم هيدروكسيد. نعمل شيك بسيط كده ونسيبها. طبعا ريحه الاسيتون طالعه، وبنسيبها ايه 5 دقايق كده تقريبا. واضحه بتدي لون البرمنجانيت زي ما انتم شايفين. تمام، دوت السوليوشن دوت فيه بايل سولت، فهنجرب هيست تيست برضه كتيست جديد، وطبعا فيهلينج وهيت كواجيليشن مش محتاجين، تقريبا كله عملهم في سنه اولى. تمام، هنحط من السلف الباودر كده حاجه بسيطه قوي، لو في ايدي كتله او حاجه بدوبها علشان ايه تبان. حط حبه حلوه، طبعا بتنزل بسهوله خالص. قد ايه؟ تمام، ازود تاني، حط تاني. طبعا بتنزل بسهوله خالص، مش محتاجه اي حاجه. تمام، حط حبه حلوين كمان كده. دوت يورين ما فيهوش بايل سالت، فايه هنعمل هيست تيست فيه علشان يبان البوزيتيف من النيجاتيف في الهيست تيست. طيب ديت ايه الهيست تيست لما بتبقى نيجاتيف مهما حطينا من الباودر ما بتنزلش غير دي خالص، عشان ما حدش يلخبط بينها.